Welcome. Hi guys, it's Paris. It's Bryson. And today we're opening stick box. السلام عليكم, عاملين ايه؟ النهاردة هنفتح هدية جديدة بتاعت باسل, كانت في عيد ميلاد. ايوه, هنوريكم عيد الميلاد. هتلاقوا العلامة فوق البيضة دهية, تدوس عليها هتشوفوا عيد الميلاد. وكان في اللعبة دهية, هنفتحها النهاردة ونشوف ايه اللي جواها. استنى عشان نوريهم الشكل من بره الاول. هي عبارة عن الشخصيات دهيت, وبتحطها على الخلفية الخضرة دي زي بتوع السينما, وفي حامل للموبايل عشان تعمل بيه الاشكال بتاعتهم وتعمل موفي في الاخر بيه. نفتحها اهو. ده ايه ده؟ دي اللي هتوقفها. استنى, لا مش كده. I have no idea how to. I cannot open this. هي بتتفتح ازاي؟ No, just leave them. We're not opening them. فيها شخصية الكلب ده ولا القرد ده؟ قرد. فيها شخصية القرد ده, وبيبقى ليهم حاجات من هنا كده بيقف بيها, يعني تبقى ستيكي. وهنا الحامل ده هو بتاع الموبايل. This is my first time hearing that. وريني دي كده. طب وريني الأول. وفي شخصية دي. وريني يا باسل الشخصية اللي معاك. هو ده فاتح اهو. وهات الشخصيه اللي معاك دي. وريني وريني يا باسل هو فاتح ايه. ودي الشخصيه الثالثه. طيب, وعندنا البتاع ده اهي, فيها ناحيه خضراء وناحيه زرقاء. انا عايز الخضراء. عاوز الخضراء اهو. بتحط دي كده مع دي. استنى, واسع خالص, واسع كده. بقت خلفية كده زي ما انتوا شايفين. استنى, ما هو كده مش هيشوف. استنى يا فاس. I cannot see. I can only see blue. دي خليها مفتوحة كده. وده بيبقى موجود قدامه هنا كده. انتوا شايفينه مش شايفين. استنى يا فاس. وبنحط الموبايل عليه. اهو باين هنا في الكاميرا, مش باين في الكاميرا اهي كده باين. طيب اهو بننزل عليها التطبيق ده, شايفينه هنا ده التطبيق ده اهو بالشكل ده كده. وهنا بتدوسوا بتعملوا فيديو او تلقطوا صور, وهنا الحاجات اللي انتوا عملتوها. فاحنا هنجيب هنا كده. ها, وقفتهم. Everybody's running from something. I don't know. Okay. خلاص, وسع كده. استنى فيس. اهو هما الفكره بتاعتها اللي انت بتلقط لقطه كل شويه. هنا بتلقط هنا لقط اللقطه دي. حركها بقى يا بس. يلا حركوا الحركه اللي بعديها. لا مش موف قوي, يعني هو حركة واحدة اكنه بيمشي مثلا, اكنه بينط بس. ايوه, حرك ايده بس لتحت, وبعد كده تلقط اللقطة التانية. ها, خلصت؟ القط اللقطة التانية. دوس. بس هو المفروض احنا ما نحركش. استنى لازم دي تبقى قريبة كده منها, وتبقى هي دي الخلفية بس الوحيدة بتاعتها اهو. قربوهم هنا كده شوية. وحاولي تشون ديكو. بتغير الوضعيات بتاعته اكنه بيتحرك. وبعد كده ممكن انت تحط خلفية من الجهاز عندك, خلفية مثلا حاجة طبيعية او حاجة. بعدين نلقط لقطة تانية. استنى, بص هو بيتحرك حركة بطيئة كده, بس حركة من هنا كده لكنه بيمشي. ده مش باين خالص, ده اللي ورا ده. حط ده هنا يا فاس. الأصفر ده حطه هنا. أنا سبليت. نقط لقطة كمان.
لسه ما خلصتش. المهم دلوقتي احنا لقطنا كده صوره اهو. استنى استنى خالص نمشي كده نقول له سير. ده كده بعد ما اتحفظ الفيديو في الجاليري بتاعه البرنامج نفسه هندخل عليها ونشغلها. هي ماشيه سريع قوي. بص اهو بيجيب اللقطات مع بعضها ورا بعض على طول. فهو ممكن بتدخل في الايديت تاني في التعديلات اهو من هنا ممكن تقلل السرعه بتاعتها او تزودها. كده بعد ما بطئناها هنشوف كده شكله ايه. وبصوا بعد ما اتبطأت هيمشي واحده واحده. بس هو عاوز بقى ايه تدريب كتير ان انت تمشي الحاجه يعني خطوه خطوه. يعني هي الفكره بتاعتها ايه اهو مثلا الشخص ده. استنى استنى خلينا نشوف القرد ده. يعني مثلا القرد ده كده اهو واقف كده وبعد كده الخطوه اللي بعد تاخد له الصوره على اللقطه دي. وبعد كده مثلا تحط ايده الثانيه هنا كده والايد دي كده وكانه بدا يمشي ويرفع الرجل دي ويحطها هنا وتاخد له صوره تاني. بعد كده تمشي تاني الحته دي كده وتاخد له صوره ثالثه. يمشي كده وتاخد له صوره رابعه. او مثلا الراجل ده مثلا هو واقف كده هنا اهو فهو كانه رافع ايده ونازل ايد. وبعد كده اللقطه اللي بعديها عامل كده مطلع ايده ونازل ايد. كل لقطات اكنه ايه بيرقص كده بيرقص بيرقص. ممكن نعملها دي دلوقتي. تعالى استنى اهو دلوقتي هنلقط اللقطه دي. شيل ايدك بعدين ننزل الايد دي ونطلع الايد التانية. لا اخليه في وشه هنا بس كده. هو كان منزل بس كده. نلقط اللقطه بعدين دي. لا استنى خلينا دي بس الاول عشان تبقى باينه. دي كده ودي كده. استنى بعدين ننزل ايده هنا دي ووشه يبقى كده. طيب نشوف بقى اللي احنا عملناه دلوقتي. بصوا بصوا بيعمل ازاي. دي قللنا السرعة بتاعتها. بصوا بقى يعمل ازاي. في اختيار تاني اللي انت تجيب عند الصور بس دي اهو وبعدين برضو بتلقط الصورة. استنى يا باسل الراجل ده كده اهو نلقط له الصورة. بس عفاس لقطنا الصورة اهو. بعدين نروح فين هنا. لا اهي هنا كده اهو. ممكن تحط له بقى حاجات على راسه. استنى عشان ماشي. عايز تحط دول. استنى صغرها على قده. لا مش so small. استنى عايزين نقلبها كده شوية. او ممكن ممكن كمان تكتب حاجات اللي انت عاوزه. I'm gonna do dance. دلوقتي احنا كتبنا كلمة دانس اهو. ممكن تصغرها وتكبرها. وفارس قاعد يحط له الجرافات دهيت شايفينها. والطاقية دي استنى منصغرها عليه اهو بتحطها عليه اهو. ده احنا خلصنا. هي الايمج دي او الصور مش عارف باين بتحط كذا واحدة مع بعض وبعد كده تعمل فيديو. احنا لسه فاتحين اللعبة لسه مش عارفه فيه قوي. عاوز يتقرا فيه كتير او تشوف فيديوهات عنه كتير. بس هي الفكره عموما زي ما انا قلت لكم كده. بص فارس عمل ايه. متعلقين مع بعض. الفكره الاحسن واحده الاسهل اللي هو بتجيب عند الفيديو وتلقط كذا لقطه زي ما هو كان بيتحرك كده زي ما انا وريتها لكم وبعد كده تحفظوها وتشغلوها. وممكن تحطوا معاها صوت كمان. انت محتاج ايوه سو سلولي. هتحطها بطيئة.
في حاجة كمان في اللعبة دهيت، الخلفيات اللي مكناش عارفين نجيبها بندوس هنا، وبعدين في الزرار الأخضر ده الصغير ده المربع الصغير، وبعدين هما بيبقى مقفولة هنا اوف، احنا هنعملها اون، هنقول اوكي. وهنا هتستخدم الجرين ولا البلو اللي هي الخلفية دهيت، هنعملها جرين عشان هنستخدم الجرين. وهنا الريزوليوشن بس خليها زي ما هي، والسنسيتيف بتاعتها. وهنا الخلفيات اللي انت هتختارها، في من اللي انت عندك في الموبايل ولا من البرنامج نفسه. البرنامج نفسه هو حاطط حبة حاجات اهو، مثلا نختار في حاجات كتير اهو، نختار ايه، نختار المزرعة دي مثلا اهو، جايبها هنا خلفية هنا اهي. ممكن نغير الريزوليوشن بتاعها او السنسيتيف بتاعها شوية عشان ما كانتش ظاهرة قوي اهو، زي ما انتوا شايفين اهي. وهنا الولد اهو اللي واقف، هنحركه مثلا اهو، هو الاول واقف كده، نلقط الصورة بعدين يمشي كده ويعمل ايده كده، هو مش راضي يثبت. نلقط الصورة ماشي تاني، يجي هنا الناحية دي فرصك كده يمشي تاني آخر واحدة. ونشوفهم بقى بعد ما لقطناهم كده، ندوس هنا اوكي ده بيمشي بسرعة، عاوزين نقلل السرعة شوية. كأنه بيمشي هنا اهو، شايفينه؟ وكده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا اللعبة الجميلة. Make sure to subscribe, like and share. Bye. مع السلامة.